أرحب بكل حضراتكم مرة أخرى. وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان تفاصيل اكتشاف أول إصابتين بمتحور فيروس كورونا الجديد، موضحا أن الحالتين تعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة، وناس كتير بالفعل متخوفة من انتشار المرض بصورة زي صورة جائحة كورونا السابقة. طبعا معلومات أكتر عن هذا المتحور الجديد وأعراضه وأيضا كيفية الوقاية منه بيشرفنا أن ينضم إلينا هاتفيا دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك، منورنا. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بيك يا دكتور. وطبعا في البداية أحب أعرف من حضرتك يعني وضع الفيروس في مصر إيه دلوقتي، لأن الناس كتير يمكن بتسأل نفسها ومتخوفة، هل هو نفس درجة الإصابة بكورونا كما كانت، ولا هو مختلف، ولا بيشبه بالفعل أعراض البرد؟ لو تكلمنا أكتر. فيروس كورونا الموجود حاليا هو من سلالة أو متحور اسمه EG5. EG5 هو حقيقة يعني متحور من سلالة أوميكرون، اللي تميزت بأنه الأعراض فيها بسيطة، معظمها شبه أعراض البرد والإنفلونزا، يعني بيبقى في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة وألم في العضلات، في بعض الأحيان بيبقى في صداع، احتقان في الحلق، وسيلان الأنف. لكن التهاب الجهاز التنفسي السفلي هو نادر فيه، وعلشان كده معظم الحالات بتكون في مجملها بسيط. يعني هو بيتميز الحقيقة بأنه تعداده للانتشار أكبر شوية من السلالات السابقة، وهو ده سر الحقيقة اهتمام منظمة الصحة العالمية دي، وعلشان كده بنوصل الناس على إنها تحافظ على نفسها من الأشخاص المصابين من البرد، وأي حد بيكون مصاب بأعراض تنفسية عليه إن هو ياخد أجازة، أو إذا اضطر يلبس الكمامة ولا يتواجد في الأماكن اللي هي المغلقة غير بعيد التهم. يعني نقدر نقول يا دكتور انه هي سريع الانتشار لكن اعراضه مش بشعه كما كان كورونا او كانت كورونا في السابق. كورونا الحقيقه مرت بمراحل كتير. يمكن في البدايه كان عندنا سلالات اللي هي الفا وبيتا وجاما وبيتا، يمكن دول كانوا بيتميزوا انه بيحصل فيهم التهاب في الجهاز التنفسي السفلي، بيحصل نقص في الاكسجين، وبعض المرضى كانوا بيحتاجوا الى دخول المستشفيات او في بعض الاحيان الى الرعايات المركزه. لكن الحقيقه ان سلاله اوميكرون والمتحورات اللي طلعت منها كلها تميزت انها اعراضها بسيطه في معظم الحالات، لكن طبعا كبار السن والناس اصحاب الامراض المزمنه او اللي بيعانوا من نقص في المناعه، هم دول طبعا الاشخاص اللي احنا بنخاف عليهم انهم يحصلوا اصابات، علشان الاصابه في الناس دول بالذات بيصاحبها كمان مشاكل صحيه اخرى في الاعضاء الرئيسيه، وعلشان كده لازم نحافظ عليه. فبالتالي اي شخص مصاب باعراض تنفسيه عليه ان هو يمتنع عن زياره الاشخاص كبار السن، والاشخاص اللي بتعاني من امراض مزمنه، والاشخاص اللي بتعاني من امراض نقص المناعه. مفهوم. طيب يا دكتور، هل ممكن نقول ان المتحور الجديد يتحول لجائحه؟ يعني نقدر نقول عليه ان هو جائحه كجائحه كورونا؟ نسبه انتشاره هنا ممكن تكون قد ايه؟ والله احنا منظمه الصحه العالميه الحقيقه يعني اعلنت انه يفضل انه الناس تاخد جرعات اخرى من لقاح كورونا، وخاصه المجموعات اللي انا اتكلمت عليها اللي هم كبار السن والاشخاص اللي بتعاني من نقص المناعه او الناس اللي بتعاني من الامراض المزمنه. دول يعني يستفيدوا كثير، لانه الجرعات المنشطة من اللقاحات بتساعد على وجود أجسام مضادة ضد الفيروس، وبالتالي بتقلل من حدة المرض. كمان علينا الحقيقة إن إحنا برضو نلتزم بالإجراءات الاحترازية من غسيل الإيدين. يمكن جائحة كورونا السابقة علمتنا إن إحنا يعني غسيل الإيدين عند التعامل مع الأطباء مشتركة شيء مهم. كمان إن إحنا لا نتواجد في الأماكن اللي هي المغلقة غير جيدة، وهي إلا إذا كان معانا الكمامة بتاعتنا. بنحافظ على نفسنا بالتغذية السليمة. كل ده إلى جانب اللقاحات. اللقاحات فعلا أثبتت فعاليتها، واستطاعت فعلا إنها
تقلل من حده انتشار الوباء. واعلنت منظمه الصحه العالميه سابقا انتهاء الجائحه او الحاله الطارئه اللي كانت الجائحه بتمثلها في بلاد العالم. يمكن مع الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والحصول على اللقاحات ده بيساعد لحد كبير في عدم الانتشار بالمستوى اللي هو جائحه اللي احنا بنتخوفه. طيب خليني أختم مع حضرتك يا دكتور بسؤال، إنه يعني يمكن ده سؤال مواطن بسيط، يعني مع تغير المواسم أو خلينا نقول البرد اللي بيجي مرة تكييف مرة مروحة مرة ما كناش لابسين لبس يعني تقيل في وقت كان فيه هواء شديد أو أيا كان إيه الأعراض، ساعات الناس تقول طيب أنا جالي برد ولا أنا جالي إي جي 5، فهل في حاجة تقدر تعرفنا الفرق ولا احنا بنتكئ على الأعراض عشان نقدر نفرق إذا كان ده اي جي 5 ولا ده دور برد عادي؟ لا طبعا، علشان نقدر يعني نجزم بالاصابه بالتحور الكبير احنا محتاجين ان احنا نعمل التحليل اللي هو البي تي ار. البي تي ار هو ده اللي بيقدر ان هو يشخص عن يقين بان ده نتيجه الاصابه بالمتحور. لكن طبعا العلامات المرضيه يعني بتشير الى حد كبير وتدينا يعني فكره كويسه على انه هذه الاصابه ما هيش نتيجه يعني مشاكل صحيه عنيفه. ويمكن التعامل دلوقتي مع الالتهابات التنفسيه بيبقى محتاج يعني تقييم للحاله. التقييم ده بنقدر نشوف هل المريض يعاني من الاعراض البسيطه او المتوسطه او الشديده او الاعراض اللي تحتاج لدخول المستشفى على حسب التقييم اللي موجود في التحليل والاشعه وتقييم الطبيب الاوكيني. بكل تاكيد انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف عقبه رئيس اقسام البطنه والمناعه بجامعه عين شمس سابقا على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا. وبالطبع كل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة وانتظرونا على مدار الساعة.